بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني على قناة STC سلموني تريدينج شانل. أهلا ومرحبا بكم مع كورس التحليل الفني والمحاضرة رقم 21، عنوان المحاضرة النموذج الابتلاعي انجالفينج باترن، وهو ينقسم إلى نوعين: نموذج ابتلاعي دبابي بريش انجالفينج، ونموذج ابتلاعي شرائي بوليش انجالفينج. هذا النموذج بنوعيه من النماذج التي لديها القدرة على عكس اتجاه حركة الأسعار، حيث أنه من النماذج الإنعكاسية المفصلية. وكنا في المحاضرة السابقة قد تكلمنا عن أول هذه النماذج وهي شموع البيمبار، وقلنا أنها تنقسم إلى 4 أقسام: هانجينج مان وهامر، انفيرتد هامر، وشوتينج ستار. بالنسبة لنموذج البيع اللي هو البريش، هو نموذج يأتي بعده انخفاض في الأسعار، بمعنى أنه عندما يتكون يكون بعده عمليات بيع. أما النموذج الشرائي اللي هو البوليش، هو نموذج يأتي بعده ارتفاع في الأسعار، أي أنه عندما يتكون بعده تأتي عمليات الشراء. وهو بكلا نوعيه من النماذج المهمة جدا والتي يعتمد عليها في التداول لكثرة ظهوره على الشارت. أول حاجة نبدأ بها هو الشكل العام للنموذج. في الحالة العامة يتشكل هذا النموذج من شمعتين، الأولى تكون صغيرة، والثانية التي تأتي بعدها مباشرة تكون أكبر منها في الحجم. وهذا يتحقق سواء في النموذج الابتلاعي الدببي اللي هو البريش أو الشرائي بوليش، دائما تكون الشمعة الثانية أكبر من الشمعة الأولى في الحجم، وهذا بالنسبة للشكل العام. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: طالما أن الشكل متشابه، فما هو سبب اختلاف التسمية؟ سنجاوب على هذا السؤال من خلال مثال عملي على الشارت على كل من النموذجين، وبالمثال يتضح المقال. دلوقتي هنعرف شكل وشروط تكون هذا النموذج وازاي نقراه، ثم بعد كده ازاي نستخدمه في التداول. اولا النموذج البيعي البريش انجالفينج، لاحظ معي هذه الشمعة الخضراء بدأت من هذا المستوى وانتهت في هذا المستوى، بعدها كان في شمعة تانية فتحت اعلى منها وأغلقت بعد نهاية الجسم الخاص بالشمعة الأولى. هذا يعتبر نموذج ابتلاعي انجالفينج، نسميه دبابي بريش بحكم تواجده في نهاية اتجاه صاعد. وعلى ذلك فإن البريش انجالفينج باترن يتكون في نهاية اتجاه صاعد أو في أماكن غالبا ما تعبر عن الاتجاه الصاعد. كمان لو تلاحظ هنا فيه نموذج آخر في هذه المنطقة بيعبر برضو عن نموذج ابتلاعي، وهو تأكيد للنموذج السابق. ثانيا بالنسبة للنموذج الابتلاعي الثاني اللي هو البوليش انجالفينج، ده بيكون دايما بعد حركة نازلة، ثم يتشكل في نهاية هذه الحركة أي في نهاية الاتجاه الهابط، وهذا هو سبب التسمية. غالبا يأتي بعد هذا النموذج انعكاس للأعلى. ودلوقتي يلا بينا نتعرف على معايير تشكل كل من النموذجين، والمقصود بالمعايير هي الأسس والقواعد اللي أنا لو شفتها متوفرة في أي من النموذجين أقدر أحكم عليه إذا كان بيعي أم شرائي. يعني إمتى أقول إن أنا عندي نموذج دببي أو عندي نموذج شرائي، وإيه هي الشروط الكاملة التي يجب أن تتوفر في هذا النموذج وتكون محققة له. بالتالي يمكن استغلال هذا النموذج في التحليل الفني، ومن ثم استغلاله في التداول سواء بالبيع أو بالشراء. أولا أن يكون السوق في مسار عام واضح، إما صاعد أو هابط.
حتى لو كان هذا المسار قصير أو غير طويل. وعموما الشرط ده ينطبق على كل النماذج الإنعكاسية، إما يكون الاتجاه صاعد أو هابط. أما إذا تشكلت هذه النماذج في حركة عرضية فإنها لا تحمل نفس القوة في عكس الاتجاه، عشان كده بنقول إنها لابد أن تتشكل في نهاية ترند صاعد أو في نهاية ترند هابط. وزي ما قلنا النموذج السيراني بوليش يتواجد في نهاية الاتجاه الهابط، بينما النموذج الدببي بيرش يتواجد في نهاية الاتجاه الصاعد. وكمان قلنا لو كان هذا الاتجاه قصير مفيش مشكلة، يعني مثلا يكون عندي 5 أو 6 شموع ورا بعض وفيها نوع من القوة والزخم في الصعود وتشكل بعدها نموذج دببي، هذا يسمح لنا بالتنبؤ بالإنعكاس ومن ثم دخول صفقات بيع مع البائعين حتى ولو كان الترند قصير. ثانيا من معايير تشكل هذا النموذج هو أن جسم الشمعة الثانية يجب أن يبتلع بداخله تماما جسم الشمعة الأولى. طيب دلوقتي خلينا نبدأ بالنموذج السيراني البوليش انجولفينج. قلنا أنه يتكون في نهاية اتجاه هابط، يتشكل معي هذه الشمعة بشكل عادي، بعد كده الشمعة التي تأتي بعدها مباشرة والتي تليها مباشرة جسم شمعتها يبتلع جسم الشمعة الأولى بالكامل. وهذا هو الشرط الأساسي اللي يخليني أتنبأ بحدوث الإنعكاس، زي المثال اللي قدامنا ده على الشرط. هتلاقي مثلا في هذه الحالة جسم الشمعة الخضراء دي ابتلع جسم الشمعة الحمراء اللي قبلها، وكمان الظلال العلوية والسفلية. وعموما حتى ولو لم يبتلع الظلال يظل النموذج صحيح، ويعتمد على أنه هيتسبب في عكس الاتجاه، يعني أهم حاجة أنه يبتلع الجسم وليس شرطا أن يبتلع الظلال. ونفس الشيء بالنسبة للنموذج الدببي البيرش انجولفينج، يكون في نهاية اتجاه صاعد، حيث يكون لدينا شمعة خضراء صاعدة، الشمعة الحمراء اللي بتيجي بعدها مباشرة تبتلع الجسم كله للشمعة الخضراء وليس شرطا أن تبتلع الظلال. ثالثا من معايير تشكل هذا النموذج، لابد أن يكون لون الشمعة الثانية عكس لون الشمعة الأولى. وزي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن نماذج البيمبار، قلنا إن هناك في البيمبار اللون غير مهم، أما هنا في النموذج الابتلاعي الإنجولفينج يشترط عندي بصورة أساسية أن يكون لون الشمعتان مختلفتان. يعني النموذج الثيراني البوليش اللي بيتكون في نهاية اتجاه هابط لازم يكون عندي شمعة بيعية حمراء تيجي بعدها شمعة شرائية خضراء، هذه الشمعة الخضراء تبتلع تماما جسم الشمعة الحمراء، والعكس صحيح في النموذج الدببي اللي هو البرش اللي يتكون في نهاية اتجاه صاعد، لابد أن يكون عندي شمعة شرائية خضراء يجي بعدها مباشرة شمعة بيعية حمراء تبتلع بداخلها تماما جسم الشمعة الخضراء. تذكر دائما ان ده شرط اساسي لتكون هذا النموذج ولا يمكن التنازل عنه، لان زي ما هنعرف بعدين ان فيه نماذج شموع يابانية تتشابه من حيث الشكل وحتى كمان من حيث اللون وايضا من حيث الاثر، ولكن تختلف في المسميات. وده محتاج من المتداول انه يكون مركز في الاشكال دي وعارف بالظبط ايه اللي بيجي الاول وايه اللي بيجي التاني. وبرضو احب اكد ان ده شرط اساسي وليس اختياري بالنسبة للنموذج الابتلاعي سواء الدببي او الثيراني.
رابعا ممكن يستثنى اللون من شرط تكون النموذج الابتلاعي إذا كانت الشمعة الأولى صغيرة جدا أو دوجي. في هذه الحالة ممكن أستثني وأستبعد شرط اللون. هذه هي الحالة الوحيدة اللي احنا نقدر فيها نتنازل عن شرط اللون في النموذج الدببي أو الثيراني زي الشمعة دي اللي موجودة قدامي. لو كانت متناهية في الصغر، يعني بتكون بهذا الشكل الثيراني، في هذه الحالة حتى لو كانت باللون الأخضر مفيش مشكلة، يمكن اعتبارها نموذج ثيراني ونتنبأ بصعود الأسعار. نفس الشيء بالنسبة للنموذج الدببي. ممكن في حالة ما إذا كانت الشمعة اللي فيها دوجي، لأن الدوجي ليس له لون، في هذه الحالة أستبعد شرط اللون باعتبار أنه ما عندوش جسم. في هذه الحالة ممكن نعتبره نموذج ثيراني وممكن يعكس السعر بشكل كبير جدا. ونفس الشيء بالنسبة للنموذج الدببي، لما تيجي الشمعة الثانية حمراء واللي قبلها دوجي، ده يعتبر نموذج ابتلاعي صحيح. تذكر جيدا، هذه هي الحالة الوحيدة اللي احنا ممكن نتنازل فيها عن شرط اللون بين الشمعتين الأولى والثانية. طيب دلوقتي تعالوا نتكلم عن العوامل اللي بتزود في احتمالية الانعكاس في النموذج الابتلاعي، بمعنى ان الشروط اللي احنا قلناها الاول دي هي الشروط الأساسية المطلوبة لتحقق النموذج. اما الحاجات التانية اللي احنا هنقولها دلوقتي دي عوامل مساعدة عندما تتواجد تقوي من موقف النموذج الابتلاعي من حيث قدرته على إحداث الإنعكاس. العامل الأول، إذا كان جسم الشمعة الأولى صغير جدا وجسم الشمعة الثانية كبير جدا، ده بيخضع لرؤيتك وتحليلك الشخصي، وده بينطبق على كل من النموذجين سواء الثيراني أو الدببي. تذكر دائما أن تباين واختلاف جسم الشمعة الأولى بالنسبة للشمعة الثانية من حيث الحجم واللون مؤثر جدا في قوة النموذج الابتلاعي. العامل الثاني اللي بيزود من احتمالية الانعكاس ويقويها، إذا ظهر نموذج بعد تحرك اتجاهي طويل أو سريع، بمعنى أن يكون قد تشكل عندي اتجاه منذ فترة طويلة، مثلا خلال 30 يوم السعر في صعود، ثم تشكل معي نموذج ابتلاعي بريش انجولفينج باترن، هنا بيكون في احتمالية كبيرة جدا للانعكاس، وكمان لو كان الاتجاه سريع. ولما نقول اتجاه سريع، هذا ليس معناه اتجاه قصير، وإنما يعني أن الشموع صاعدة مثلا تكون ممتلئة وترفع السعر بشكل كبير جدا. لما يحدث بعدها نموذج ابتلاعي دببي، هنا أيضا يكون نموذج انعكاسي قوي، واحتمالية عكس الاتجاه بتكون كبيرة جدا. فلما يكون عندي حركات سريعة لعدة شموع متتالية ويحدث عندي واحد من هذه النماذج، الثيراني في حالة ما إذا كانت حركة الشراء قوية، أو الدببي في حالة ما إذا كانت حركة البيع قوية، ده بيديني احتمالية أكبر لانعكاس السعر مقارنة بشكل الشروط الأساسية فقط. يعني لما تتشكل معي الشروط الأساسية الأربعة اللي احنا قلناهم في الأول، يبقى كده تمام، أحكم إن كده عندي نموذج انعكاسي وسوف ينعكس السعر. لكن لما يكون عندي هذه العوامل بالإضافة إلى الشروط الأساسية، فده بيزود احتمالية الانعكاس بالنسبة للنموذج الابتلاعي. فكل ما بيكون حجم التداول في اليوم التاني كبير، كل ما ده بيدي احتمالية أكبر للانعكاس سواء في النموذج الدببي أو في النموذج الثيراني. كمان إذا ابتلع جسم الشمعة الثانية عدة شموع دفعة واحدة، برضو ده بيدي احتمالية أكبر للانعكاس. فمثلا بالنسبة للنموذج الشرائي الثيراني،
بوليش انجالفينج باترن، قلنا انه بيكون في نهاية اتجاه هابط. هذا الاتجاه بيكون عبارة عن مجموعة من الشموع. لما يشكل النموذج الابتلاعي الشرائي والشمعة الثانية تغلق فوق عدة شموع وليس فوق شمعة واحدة، هنا بالنسبة لي أنا كده بيكون فيه تأكيد أكبر ليا على عكس الاتجاه. نفس الشيء بالنسبة للنموذج الابتلاعي البيعي البيرش انجالفينج باترن، قلنا أنه بيكون في نهاية اتجاه صاعد. هذا الاتجاه بيكون عبارة عن مجموعة من الشموع. حينما يتشكل هذا النموذج الابتلاعي البيعي، الشمعة الثانية تغلق أسفل عدة شموع وليس أسفل شمعة واحدة وتبتلع كل ما سبقها. كده يبقى ده تأكيد ليا إن الإنعكاس سوف يحدث، وأن هذا النموذج الابتلاعي قوي جدا ويحسب له ألف حساب في التحليل الفني. إذن هذه هي جميع النقاط اللي المتداول لازم يخلي باله منها لما يلاقي نموذج ابتلاعي. ملخص ما قلناه، الشروط الأربعة الأولى هي معايير تشكل النموذج، هي المسؤولة مسؤولية تامة عن تكون النموذج، واللي من خلالها أقدر أحكم على النموذج إذا كان انجالفينج أم لا. أما النقاط الأربعة الأخيرة فهي عوامل مساعدة على زيادة عملية الإنعكاس، وهي عوامل مكملة ومقوية للإنعكاس، وكلما تواجدت كلما أعطت قوة أكبر للنموذج. ودلوقتي هنشوف مع بعض أمثلة عملية حول النموذج الابتلاعي الدببي والثيراني. المثال الأول على النموذج الابتلاعي الدببي، ثم ننتقل إلى النموذج الابتلاعي الثيراني. بداية المثال، لاحظ معي كيف كان الاتجاه صاعد وظل محافظ على نفس الأداء لغاية ما تشكل معنا هذا النموذج الابتلاعي الذي بداخل المستطيل. زي ما قلنا قبل كده في شروط تكون النموذج، الشرط الأول إن الشمعة الثانية تبتلع الشمعة الأولى، وهذا الشرط محقق. الشرط الثاني أن لون الشمعة الثانية مخالف للون الشمعة الأولى، وهذا الشرط أيضا محقق، حيث أن لون الشمعة الثانية حمراء والشمعة الأولى خضراء. وعلى ذلك فإن هذا الشكل يكون محقق فيه النموذج الابتلاعي بنسبة 100%. عند تشكل هذا النموذج الابتلاعي نتوقع مباشرة أنه سوف يكون هناك انعكاس. طيب تعالوا كده نتأكد من العوامل المساعدة والمكملة اللي بتزود من قوة هذا الانعكاس. هتلاحظ أن الشمعة الحمراء الثانية ابتلعت الشمعة الخضراء التي قبلها بكاملها، وكمان ابتلعت حوالي 3 أو 4 شموع قبلها. ده بيأكد أنه سوف يكون هناك انعكاس للسعر، حتى لو تلاحظ أنه حدث نوع من إعادة الاختبار في السعر بظهور هذه الشموع الخضراء الصغيرة. بس في الآخر السعر هبط ونزل بشكل عنيف جدا. وكمان لو لاحظت على الشرط ده، فيه نموذج انعكاسي آخر يؤكد عملية حدوث الانعكاس بشكل آخر. لاحظ معي موجودة عندي شمعة هنا للمشترين في هذه المنطقة، وبعدها كان فيه شمعة ابتلاعية ابتلعت أكتر من 4 شموع، هذا أيضا أكد الانعكاس بشكل كبير. لو تلاحظ أن الشموع اليابانية في حد ذاتها بمفردها بتديني كتير من المعلومات، أنا لو فهمتها صح بإمكاني أستغل هذه المعلومات في إجراء صفقات ناجحة سواء بالبيع أو بالشراء. يعني مثلا ممكن أتداول بالنموذج الابتلاعي ده بشكل عملي. لو حبيت أدخل صفقة بيع في المثال اللي قدامي ده، أدخل وأنا مطمن بعد غلق الشمعة الابتلاعية الحمراء في النموذج الأول. عشان كده أحب أكد على إن الشموع اليابانية لما
نفهمها كويس ونعرف أسرارها ونعرف شروطها والعوامل اللي بتزود من قوتها، نقدر إن احنا نستغلها في التداول بشكل جيد وفي التداول السريع إن صح التعبير. يعني في المثال اللي قدامي ده أقدر أستغل هذا النزول اللي حصل عندي في الأسعار نتيجة وجود نموذج انجلفينج من غير ما نلجأ للتحليلات أخرى أو مدارس تحليل فني أخرى. إذا كنت تجيد استخدام الشموع اليابانية بشكل ممتاز تقدر تستغلها في عمليات البيع أو الشراء. ودلوقتي هناخد مثال اتنين على النموذج الابتلاعي الشرائي اللي هو البوليش انجلفينج باترن، وده نموذج ابتلاعي سيراني هنتوقع انه هيعكس السعر الاعلى ويديني صعود في الاتجاه بعد ان يتكون. الشرط اللي قدامي ده فيه كذا نموذج بوليش. طيب نشوف كده النموذج رقم واحد في هذه المنطقة، واضح انه نموذج ابتلاعي. اذا حاولنا ان نطبق عليه الشروط اللي احنا تعلمناها في محاضرة النهاردة، اول شيء هتلاحظ ان الشمعة الاولى باللون الاخضر جاءت في نهاية اتجاه صاعد. اي نعم هو اتجاه قصير بس مفيش مشكلة، المهم انها جاءت في اتجاه صاعد وليس في اتجاه عرضي زي ما احنا شايفين كده على الشرط. بعد هذه الشمعة الخضراء تشكلت معي شمعة حمراء اكبر منها، افتتحت اعلى من جسم الشمعة الاولى واغلقت اسفل من ذيلها وابتلعت جسمها بالكامل. مبدئيا كده زي ما قلنا قبل كده ان الشمعة الثانية الحمراء لما تبتلع الجسم للشمعة الخضراء فهذا يكفي لتحقق صحة النموذج، ولكن لما تبتلع احدى الذيلين او كلاهما فهذا من بين عوامل قوة النموذج الابتلاعي وقدرته على عكس الاتجاه. لاحظ ماذا حدث بعد تشكل هذا النموذج. طيب أدخل صفقة بيع إمتى؟ أدخل صفقة بيع بعد غلق الشمعة الحمراء التي ابتلعت الشمعة الخضراء، يعني أدخل صفقة بيع عند المكان ده اللي عليه كلمة بيع من هنا. طيب في حاجة كويسة كمان على الشرط ده عايز أقول لكم عليها، يا ترى أفضل أخد صفقات بيع لغاية إمتى؟ أخد صفقات بيع لغاية ما يتشكل عندي نموذج انعكاسي آخر يعكس الاتجاه السابق زي ما احنا شايفين كده على الشرط. أفضل أبيع لغاية ما يتشكل عندي نموذج زي نموذج المطرقة اللي اتكلمنا عنه قبل كده في الشكل اللي قدامي ده. إذا الشموع اليابانية يمكن توظيفها بمفردها عمليا في التداول وليس فقط في التحليل الفني، بس الجزئية دي هنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. بس اللي أنا عايزك تلاحظه إن النموذج الابتلاعي الدببي كان سببا في هذا النزول اللي قدامك ده. وكمان رقم ثلاثة، لو تلاحظ وصل السعر لمستويات محددة وعمل لي نموذج ثيراني. هذا النموذج كان عبارة عن اتجاه قصير للبائعين، وافتكر إن احنا قلنا قبل كده إن النموذج الابتلاعي ممكن يجي في اتجاه طويل أو اتجاه قصير مفيش مشكلة. بعد تشكل الشمعة الحمراء الأولى هذه تلتها شمعة موالية خضراء أكبر منها فتحت أسفل ظل الشمعة الحمراء اللي قبلها وأغلقت أعلى من جسمها. في هذه الحالة هذه الشمعة الحمراء ابتلعت الشمعة الخضراء التي قبلها بالكامل بجسمها بظلالها بكله. لكن أحب أكد أن ابتلاع الجسم فقط في حد ذاته يكفي لتكون هذا النموذج. طيب لو حبيت أتداول بعد تكون هذا النموذج على الفريم اليومي، أدخل بصفقة شراء من هذه المنطقة من بعد ذيل الشمعة الخضراء مباشرة، وأفضل مستمر في الشراء إلى أن يظهر لي نموذج آخر عاكس للاتجاه زي مثلا النموذج اللي قدامي ده شوتينج ستار اللي موجود هنا. لو تلاحظوا ان احنا بنحلل وبنتداول وفقا لنموذج واحد من الشموع اليابانية وهو الانجالفينج باترن بنوعيه، مما يعطي هذا النموذج قيمة واهمية كبرى. ولمعرفة مدى اهمية هذه النماذج في الشموع اليابانية، تخيل لما تدمج هذه النماذج مع اساليب فنية اخرى اكيد هتكون الصورة اوضح واحسن حول حركة السعر، وده هيديك فرص ناجحة وصفقات ناجحة
أكتر، سواء بالبيع أو بالشراء. وفي نماذج بتبقى غير صحيحة، ما بتبقاش نماذج ابتلاعية لكنها شبيهة بالنماذج الابتلاعية، لازم ناخد بالنا منها كما هو موضح عندي على الشرط. المثال اللي قدامي ده، شايفين هذا النموذج اللي عليه مستطيل يشبه كتير النموذج الابتلاعي، لكن هو ليس نموذج ابتلاعي لأن الشمعة الثانية الحمراء فتحت عند أقل من نهاية الشمعة التي قبلها، والمفروض إنها تفتح أعلى من مستوى الشمعة التي قبلها، وبالتالي نقدر نقول إن هذه الشمعة الحمراء لم تبتلع بداخلها بالكامل الشمعة الخضراء التي قبلها. يجب الانتباه جيدا لمثل هذه النماذج اللي شبه الانجولفينج باترن، بتبقى نماذج غير صحيحة ولا يمكن اعتبارها نماذج صحيحة ولا يمكن الاعتماد عليها في عملية التداول كنموذج ابتلاع. ودلوقتي هنتكلم عن النموذج الابتلاعي لما يشكل مع نماذج الشمعة الواحدة. لو تفتكروا ان احنا قلنا في شروط النموذج الابتلاعي إن الشمعة الأولى تكون أقل حجماً من الشمعة الثانية، والشمعة الثانية مهم جداً أن تبتلع جسم الشمعة الأولى بالكامل، بغض النظر إذا كان النموذج الابتلاعي بقى دببي أو ثيراني. نشوف كده المثال اللي قدامي ده، لو تلاحظ في هذه المنطقة لاحظ أنه حدثت معي شمعة خضراء ثم فتحت الشمعة الثانية الحمراء أعلى من جسم الشمعة الأولى وأغلقت بعد جسمها. هذا يعتبر نموذج ابتلاعي بنسبة 100%، ولكن اللي بيزود التأكيدات أكتر على حدوث الانعكاس أن هذه الشمعة الخضراء هي نفس شمعة الشهاب نجمة المساء شوتينج ستار اللي اتكلمنا عنها في المحاضرة السابقة. وهذا يعني أن النموذج الابتلاعي قد يأتي بشكل فردي كنموذج انجولفينج باترن، أو يأتي بشكل مركب. يعني في المثال اللي قدامي ده، الشمعة الأولى دي ممكن تكون شمعة عادي جدا ليس لها اسم، مجرد شمعة وخلاص، وتعمل مع الشمعة الثانية اللي بعدها كنموذج انجولفينج باترن. وأيضا ممكن تكون الشمعة الثانية دي في حد ذاتها نموذج شموع يابانية انعكاسية. في هذه الحالة بتزود وبتقوي من عملية عكس الاتجاه بنسبة كبيرة جدا زي ما شفنا في المثال اللي قدامنا ده. من المهم جدا ان احنا نعرف هذه التركيبات اللي بتكون على مستوى الشموع اليابانية مع بعضها البعض. مهم جدا ان يكون عندك معلومة على النموذج اللي قدامك، بس برضو تاخد بالك ان هذه الشموع قد تكون متداخلة مع بعضها البعض، وفي هذه الحالة بتزود من قوة النموذج وتداعمه، وخاصة لو كان كلا النموذجين أو الشمعتين لهما الخاصية الانعكاسية. في هذه الحالة وفي الشكل اللي قدامك ده، لاحظ بعد تكون هذا النموذج الابتلاعي حجم التداول اللي جه بعد كده وحجم الانعكاس اللي حصل بعد تكوين هذا النموذج. يعني تكون الشوتينج ستار مع الانجولفينج دعم وقوى النموذج وغير الاتجاه من اتجاه صاعد الى اتجاه هابط بصورة قوية جدا. يعني اللي حصل قدامي ان ده نموذج ابتلاعي دببي تشكل مع شمعة انعكاسية عارفينها من المحاضرة السابقة، ده ادى بنسبة كبيرة جدا الى انعكاس الاتجاه، ودي من ضمن النقاط المهمة جدا اللي يجب على المتداول اللي يريد النجاح والمكسب ان يتعلمها ويضعها في الاعتبار، ألا وهي تركيب النماذج مع بعضها البعض. مثال آخر عندي على هذا الموضوع في هذه المنطقة، لو تلاحظ أنه كان عندي اتجاه صاعد يعتبر اتجاه مطول شوية، طويل جدا. شايفين إزاي بيكون الاتجاه مطول؟ يعني تحرك بشكل بطيء على فترات زمنية طويلة جدا، بعدها تشكل معي نموذج ابتلاعي. طيب تعالوا كده نقيم الشروط الأساسية للنموذج. عندي شمعتين مختلفتين في اللون، نموذج دببي بيعي
بريش انجولفينج، الشمعة الأولى باللون الأخضر والثانية باللون الأحمر، وكمان عندي الشمعة الثانية ابتلعت بداخلها بالكامل الشمعة الأولى، وعندي كمان كتأكيد إضافي إن الشمعة الخضراء الأولى كانت شمعة رجل معلق هانجينج مان، مع الشمعة اللي جت بعدها شكلها نموذج البريش انجولفينج، جاء بعده انعكاس عنيف جدا. عشان كده بعد تشكل هذا النموذج ادخل صفقات بيع ربحانة وقوية إن شاء الله بعد غلق الشمعة الحمراء الثانية الخاصة بالنموذج الابتلاعي. بس اللي عايز أوضحه وأكد عليه إن النماذج لما بتشكل بشكل مركب بتكون أقوى بكتير من إنه لما بتكون الشمعة الأولى شمعة عادية ممتلئة ومتقاربة مع الشمعة التي بعدها. هي نعم نموذج انعكاسي، بس لما بتكون مركبة بالشكل اللي قدامي ده بتكون ذات دلالة أقوى في عكس الاتجاه. وأحب أكد كمان إن أنا لو جيت أتداول وفقا لهذا النموذج بتدخل بعد غلق الشمعة الحمراء الثانية الخاصة بالنموذج الابتلاعي. اللي يهمني من هذا الشرح إنك تعرف إن النموذج الابتلاعي قد يأتي بشكل فردي، يعني شموع بتتكون عادية جدا، أو قد يأتي بشكل مركب مع نماذج إنعكاسية أخرى للشموع اليابانية تزيد من قوتها. هذا الكلام ينطبق على كل من النموذج الابتلاعي الدببي أو النموذج الابتلاعي الثيراني. نشوف كده كمان مثال. لاحظ معي هذا النموذج في هذه المنطقة كان الاتجاه نازل بشكل واضح جدا، وبعدها تشكل معي نموذج ابتلاعي ثيراني بوليش انجولفينج باترن. لو حبيت ان انا اتأكد من الشروط الاساسية للنموذج، يلا كده نفتكرها تاني. لازم يكون الشمعة الاولى بلون مختلف عن الشمعة الثانية، حيث النموذج اللي قدامي ده نموذج ثيراني، الشمعة الاولى حمراء والثانية خضراء، يبقى هذا الشرط متحقق. كمان لو لاحظت نقطة مهمة في هذه المنطقة، إن الشمعة الثانية بدأت من نفس مستوى إغلاق الشمعة التي قبلها، ولكن أغلقت بعد جسمها وبعد ظلها. هنا أيضا يعتبر النموذج صحيح ومفهوش أي مشكلة. متى يحدث الخطأ ويكون النموذج غير صحيح؟ لو الشمعة الثانية فتحت أعلى من إغلاق الشمعة الأولى. كما تلاحظ بالنسبة للشمعة الأولى كانت عبارة عن شمعة المطرقة، واحنا عارفين ان شمعة المطرقة في حد ذاتها عبارة عن شمعة انعكاسية، والشمعة الثانية هي تأكيد لها في هذه الحالة على الصعود. فلما تكونا مع بعض اصبح عندي نموذج ابتلاعي فيه اول شمعة تعتبر نموذج انعكاسي بمفردها، وهذا غالبا يساعد في رفع الاسعار، وتقدر تدخل صفقة شراء بعد غلق شمعة نموذج الانجولفينج الخضراء الثانية حتى مع حدوث مرحلة انتقالية بسيطة قبل الانعكاس المباشر. واحنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت واللي قبلها ان النماذج الانعكاسية لها 3 احتمالات. الاول التوقع الاكبر لها هو الانعكاس، والتاني ان هي تدخلنا في مرحلة انتقالية قبل الانعكاس، والتالت انه يفشل النموذج. وفشل النموذج بيبقى له أسبابه اللي احنا هنتعرف عليها واحنا بناخد أمثلة إن شاء الله. لو دخلنا من هذا المستوى هنكون استفدنا من هذا الصعود باستخدام الشموع اليابانية فقط. أحب أن أنا أكد كمان مرة على موضوع الفريمات بالنسبة للشموع اليابانية. الفريم اليومي هو الأفضل للتداول، ويليه 4 ساعات، مناسب جداً. وكل ما تنزل لزمن أقل كل ما الشموع تفقد مصداقيتها وقدرتها في التعبير الصحيح عن حركة الأسعار. كل الشموع اليابانية ما تتشكل على فريمات أكبر كل ما يكون الموضوع أدق وأحسن وأفضل. فريم 4 ساعات والفريم اليومي مهمين جدا لاستخدام الشموع اليابانية. المهم اللي احنا اتعلمناه في هذا الدرس، عرفنا النموذج الابتلاعي وكل شروطه سواء دببي أو ثيراني، عرفنا المعايير اللي ممكن تزود احتمالات الانعكاس، وعرفنا كمان إن في نماذج تشبه النماذج الابتلاعية لكنها غير صحيحة. إلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة لكم خالص تحياتي، كان معكم مستر محمد السيد السلموني
كبير معلم الرياضيات ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. وفي النهاية أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.